الدولي وقبل كل شيء على مبادئ الأمم المتحدة تبدأ من الأساس. المبدأ الأساس وهو احترام مصالح وحقوق الدول ذات السيادة بأن تقوم كل دولة بامتلاك حقها بتحقيق تحديد مستقبلها، ولكن الغرب على رأسها واشنطن يحاولون استخدام الأدوات القذرة لنسميها باسمها للضغوط على الدول الأخرى، حيث يقومون بإلغاء كل ما لا ينصب في سياستهم ومنظومتهم. الأمريكان وأتباعهم في الناتو يحاولون وضع أسس للعلاقات الدولية وكذلك قواعد للسياسات التي يجب على الدول أن تتبعها، والغرب يحاول الهيمنة والحفاظ على تعزيز وتأسيس منظومة دولية جديدة قائمة فقط على تنفيذ مصالحهم. ولكن نرى بأن الغرب يصطاد في المياه العكرة اليوم، فنرى كيف جرت سياسته من خلال غزو العراق وتدمير ليبيا والأزمات في الدول الأخرى، وكذلك بدعم من الولايات المتحدة والغرب رأينا الانقلاب العسكري الانقلاب غير الشرعي الدموي في كييف، واليوم نرى الغرب كيف يرد على الانقلاب في نيجر ويطالبون بعودة النظام السابق حتى بتهديد استخدام القوة. ولكن في عام 2014 رأينا كيف دعم الغرب هذا الانقلاب، وجرى ذلك بعد يوم واحد فقط من خلال توقيع اتفاقية لتسوية الأوضاع بين السلطة والمعارضة بدعم وضمان من الدول الأوروبية. ولكن أذكر في ذلك الزمن جون كيري قد صرح بعد عدة أيام من الانقلاب في كييف أن الناس كان لديهم رئيس شرعي، ولكنهم سحبوا الثقة من هذا الرئيس، وبالتالي هذا مظهر من مظاهر الديمقراطية. فنحن نرى المعايير المزوجة والعنجهية والغطرسة لدى الغرب باتباع سياسة الاستعمار الجديد والهيمنة، يحاولون لتعزيز ذلك تقويض كل القوانين الدولية ومن خلال وضع ما يسمى القواعد القوانين القائمة على القواعد، وقد تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين، وخاصة في خلال القمة قمة روسيا أفريقيا. فنحن نرى بأن هذه القواعد تستخدم من قبل بعض الدول فقط من أجل تحقيق مصالحها وبناء على الأوضاع السياسية الآنية، وهذه القواعد يحاولون استخدامها من أجل مصالحهم، وطالما تنفذ هذه القواعد مصالحهم في المنظومات السياسية والمالية وغيرها من القطاعات في العلاقات الدولية. ولكن نرى محاولة بإصرار الغرب من خلال خصخصة الأمانة العامة للأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة التجارة العالمية وكذلك منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وضف على ذلك تدخلهم في حتى المنظمات الرياضية، ويحاول الغرب تقويض الاستقرار و
تحريض بؤر توتر جديدة. وقد تحدث الكثير اليوم عن هذه التحديدات، إن تواجد البنى التحتية الناتوية على الحدود الروسية قد أظهرت نسيان الغرب لوعودهم للاتحاد السوفيتي بعدم توسيع الناتو إلى الشرق، وعدم التزامهم بمبدأ الأمن غير المتجزأ والمتساوي، وعدم تعزيز أمن أحد على حساب أحد آخر، وعدم هيمنة دولة أو منظمة واحدة على الأمن في أوروبا. وهذا ما ورد في الاتفاقيات عام 1999 في اسطنبول وعام 2010 في أستانا. إضافة إلى ذلك، فإن معاهدة الحد من استخدام الأسلحة قامت الولايات المتحدة بتقويضها، واليوم يتم تقويض حجر الزاوية في المعاهدات الدولية وعدم انتشار الأسلحة، وهو عدم استخدام الأسلحة النووية. وكل هذه التهديدات تتشكل بسبب محاولات الخروج أو إخراج المشروع النووي الأنجلوساكسوني من هذا الاتفاق، ومن خلال اتحاد أوكوس التي تحاول القوى الأنجلوساكسونية بإقحام اليابان إلى هذا الاتحاد. ويمكن أن نستمر في طرح هذه القائمة من الأعمال الأوروبية، ولكن نرى الغرب المشترك اليوم قد شن حربا شاملة ضد روسيا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني. فإن الأنجلوساكسيون وأتباعهم كانوا يحضرون للحرب ضد روسيا منذ فترة طويلة، وكانوا يقومون بذلك من خلال دعم النظام النازي في أوكرانيا، من خلال تقويض كل المحاولات في مجلس الأمن للحل السلمي للأوضاع في كييف. ولكن نرى أن النظام في كييف يحاول إلغاء كل ما هو روسي في أوكرانيا، حيث يقومون بمنع الصحافة واللغة والثقافة وكل شيء، وتصريح الرئيس زيلينسكي بأن كل من يشعر بنفسه روسيا ويدعم الثقافة الروسية فمن أجل حماية نفسه وأسرته عليه أن يرحل إلى روسيا، كان يجب على مناطق شرق أوكرانيا أن تحصل على صفة ووضع خاص بناء على قرار مجلس الأمن، ولكن كانت هذه الاتفاقيات التي وقع عليها مجلس الأمن بأن تكون اتفاقيات مينسك هي الوحيدة ودون أي مقابل. ولكن للأسف الشديد، كما قال الرئيس فلاديمير بوتين، بأنه يتم الآن إبادة الروس على أراضيهم التاريخية، وتحاول الغرب بطرق مبررة وغير مبررة بدعم صيغة زيلينسكي للسلام، ويمكنكم التعرف عليها من خلال فرض إعادة حدود أوكرانيا إلى عام 1991. وأود أن أدعو كل من يقحم في هذه اللعبة بأن أوكرانيا قد صرح علنا بمهمة القضاء على كل ما هو روسي، وهذا ما يعني لهؤلاء الروس، لهؤلاء المواطنين، إعادة الحدود إلى عام 1991. وبالتالي فإن اهتمام الصين والبرازيل والهند والصين والجنوب العالمي
للعودة إلى المصالحة السلمية ومبادرات السلام. ومن المهم جدا هنا بأن المقترحات من قبل الأصدقاء لإحلال السلام هو معرفة أسباب وطبيعة من قام بانتهاك مبدأ الأمن غير المتجزئ والمتساوي للجميع. اليوم أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي لحماية والحفاظ عن على هيمنته والقضاء على المجتمع الروسي يقومون بدعم كييف بكل ما يلزمه من أموال وأسلحة، ويتغاضون عن مسألة انتشار هذه الأسلحة في سائر أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك يحرضون على شن الحرب النووية رغم كل الإشارات التي نوجهها لهم. ومن الواضح هنا بأن أوكرانيا تعتبر إضافة إلى قسم ظهر روسيا تعتبر أداة لإعادة إنعاش العالم أحادي القطب، وتحاول واشنطن بشتى الطرق إبعاد كل ما يؤثر على مخططاتها في الحفاظ على هيمنتها ومن خلال استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادي، وكذلك العقيدة السياسية العسكرية المضادة للصين، حيث تقوم دول الناتو بإقامة الاتحادات العسكرية في هذه المنطقة، منطقة المحيطين الهادي والهندي، مع إصرارها على الإعلان بأنها منظمة دفاعية، حيث تقوم ليس فقط بالحفاظ والدفاع عن أراضي الحلف، وإنما بصناعة ونشر القواعد العسكرية والبنى العسكرية، وكل ذلك يقوض الهيكلية للأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال إقامة بنى عسكرية للحلف. إضافة إلى ذلك نرى موقف الغرب والولايات المتحدة تجاه تايوان، والتي تقوض مبدأ الصين الواحدة، ونحن نرى بأن مبدأ الأمر الواقع تحاول أمريكا تبريره من خلال تجنيد و تعزيز المساعدات العسكرية لتايوان. وهناك مثال آخر لتصرفات الولايات المتحدة في أوضاع في هذه المنطقة، وهي تعزيز وزيادة تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية من خلال تعزيز المواقف السلبية لليابان وكوريا الجنوبية لإجراء حوار قائم على الاحترام والمنفعة المتبادلة مع كوريا الشمالية، والتي تحاول بدأه بروسيا والصين ليجري هذا الحوار. ومع ذلك هناك انطباع بأن النخبة الأمريكية لا ترى فقط بأمريكا اللاتينية بل في العالم كله على أنه حديقة خلفية لها، وبالتالي تحاول بإجراء الضغط وفرض الضغط على الدول وخاصة دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهذا ما تحدث عنه وذكره وزير الدفاع البيلاروسي. وفي السياسة الغربية هذه ومحاولاتهم في إعادة الزمن إلى سابق عهده لن تنجح.